السلام عليكم. زين العابدين، العشرة هادي وستة دقايق. اليوم السبت، اليوم 17 فبراير. هذا المارشي الهديم هو هذا، باكون كان باب زين العابدين كون راحنا كندوزو تحت الباب هنا بالضبط. ها الكوتشي، ها باب منصور. اليوم السبت، باقا خاوية القضية شوية، باقا خدمية خاوية. حرارة 12. ندوزو على سراك، غنمشيو لجهة الحاج قدور. غنمشيو في الحقيقة السبت عين الحناش، السوق اليوم السبت. هادي لالا عودة قدام ناس ستينية، غادي نمشيو للسوق ديال السبت عين الحناش. غندوزو على الحاج قدور، ندوزو على الحاج قدور، وغندوزو على بن قدوش. بن قدوش حرز الله، ونكملوا الطريق. هادي حبس قارع اليمين، الغولف الملكي هو هذا اللي قدامنا لداخل، دايرينو في الحدائق ديال مولاي اسماعيل. هذا الطريق ديال مولاي اسماعيل راه حال حال الابواب ديالو، 10 و 8 دقائق وحال، وقع شحال اللي ممكن مع التسعود او العشرة او هذا باب الرئيس على اليسار، الدخلان تاع سيد النجار، الدار الكبيرة. هذا هو باب الرئيس. قدامين في هذه الأسوار، هذا باقي لهم كيلكو غوتوش، باقي شوية ديال خدامين فيهم. ولكن هادوك اللي حدا جناب الحليمة راه صورتهم لكم البارح. الخدمة نيت واحد العدد كبير ديال العمال تمايا. كون في هنايا هاد الغراب، هذا هي داخل هاد الغراب، هذا ما كانش شحال هادي عاد دخلوه. هاي الخدمة هنا تيدوزو شي طريق، هاي الشارع تيدوزو واحد الحفرة، حفرة وقيلة تيديرو فيها الأسلاك أو ما هنا ردموها. قلت لكم هذاك الغراب جابوه باش يقضي على الجوج، وفعلا قضى على الجوج، فعلا الجوج ما بقاش قليل، فاش كلنا كنشوفوا الجوج في مكناس. غنمشيو قدام القصبة، قدام القصبة وقدام قدام، هذا شارع عبد الرحمن بن زيدان. الباب الاول على اليمين باب
الناعوره. كاين الناعوره عندها جوج، عندها باب من هنا وعندها باب في المشوار قدام القصر، عندها باب القصبه خلاص. كتهبط الواد بوفكران كيتان، كتقطع الجهه الاخرى الحمريه، دا اللي فرق ما بين الاسماعيليه والمنزه. هاد الباب الصغيره كتدخل القصبه. كانت العمالة على اليمين، كانت العمالة ديال الإسماعيلية، الساعة ولات دابا ملحقة. على اليسار كاين مقبرة سيدي مسعود، على اليمين الدخلة ديال أكدار. اليسار الثانوية الإعدادية ديال أبو بكر الصديق. الطريق على اليمين تدوز ما بين أكدال وما بين لارموت، كتخرج للزيتون عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الكريم الخطابي. كندوزو على الزهوة صورية باش نخرجو حدا المدرسة الفلاحية. مسجد الأندلس ديال لالا خولة، كنا كان كاين مسجد الأندلس آخر في جهة الزرهونية ولا وجعروس. هذه الزاوية على اليمين، شارع بيران زاران دابا اللي خرجنا له، دا كيدي الحمرية تيمشي حتى تيتلاقى مع شارع الجيش الملكي. خلاص طريق الحاج قدور، هذه الزاوية على اليمين.
جمعيات المشاريع الاجتماعية المكاتب المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مركز مكناس. هذه اليمين جمعية حتى هي ديال لي تريسومي تريسومي فانتيا. السوق ديال الغنم سوق الأربعة، السوق ديال مكناس، السوق الأسبوعي ديال الغنم اللي كان حدا سيدي بوزكري ولا هنايا. جوني شركة لقاو داك السوق حدا داك المسجد، مسجد عثمان بن عفان. الوزين ديال الحديد هذا فيم
هذه الطريق الوطنيه رقم 6 اليسار كتدي الفاس، اليمين كتدخل المكناس مرجان كتمشي جهه تاتا قداو. هذه اللي قدامنا مدرسه الفلاحيه، قطب الجوده الغذائيه على اليمين تابع المدرسة الفلاحية. واش بغاو يعاودو هاد الطريق ولا ما عرفاش تيسمعو هنا؟ على اليمين المدخل الرئيسي ديال المدرسة الفلاحية، من هنا هي الدخلة ديالها المدرسة الوطنية للفلاحة دي مكناس. هذا لوزين ديال الحليب على اليسار، سنترال دانون. هذا الحي الصناعي حسب سيدي سليمان مول كيفاه. المركز الجهوي للبحث الزراعي، هاد الطريق باو يكبروها، هاد الطريق هي كلها تيعاودوها غاديين معاها. هذا كاريان ديال سيدي سليمان، هذه على اليسار الدخلة تاع سيدي سليمان مول كيفان. هاهي راه البانو فينا هو سيدي سليمان مول كيفان. دابا غندوزو فوق القنطرة ديال لوتوروت، إذا راه بغاو يوسعو هاد الطريق هادي حتى هي راه خدامين فيها، يعني الحمد لله مكناس والنواحي راه خدامين زعما ناضو لهاد المنطقة، يعني نوضة زوينة. لحقاش تعاودات الطريق ديال ما بين مكناس و والحاجب راه تعاودات. أبا هادي هو هاد المقطع هذا حتى هو تيعاود.
سموح الدوبلاج هنا خصهم يديروها. الطريق دارو الخط كونتينوي على حسب الأشغال. هنا هنا الدورة نتاع الحي الصناعي نتاع الحاج قدور، ها هو على اليمين الحي الصناعي. المهم راه مزيان هاد الطريق كلها، راه غاديين معاها. وإما تعودوها باش يدخلوها للحي الصناعي وكفى. دابا مازال هاد الجهة مازال ما بداوها، هاد الجهة ما فيهاش، يعني ما كاينش آثار الأشغال. إذا غادي نتسناو من بعد ونشوفو، وغادي يبان اش دارو، واش غادي نهير الحي الصناعي، لقاش هاديك الطريق كتدور للحي الصناعي ديال الحاج قدور، حتى هو محسوب سيدي سليمان الحاج قدور، جاي من مور المدرسة الفلاحية. كاين الطريق اللي كتدخلو من مور المدرسة الفلاحية. ولا غادي يعاودوها كاملة يعني حتى الحاج قدور. ان شاء الله السبت عين الحناش هذه اللي الفيديو غنساليها هنا الحاج قدور. على اليمين الطريق كتدي لبوفكران، وعلى اليسار كتدي لسبعيون. كاين هنا واحد لابيسين، ها هو على اليمين، تيكون في الصيف خدام، تيكون عامر في الصيف. اذا نقدر هذا الفيديو نحطه قبل من ديال السوق على حساب الوقت. اذا دابا من هنا هاد الطريق كدوز على الاطلس، تعاونيات الاطلس، على الفيرماد الخضار، فيرماد زنيبر. كان الدورة اللي على اليسار كتدور الفوارات، الدورة على اليمين كتدي ليتوس وحمويت علي دير، كتخرج لعين غبال وكتدي الحاج. وهذه اللي على اليسار الفوارات كتدي سوق الكور، كتدي البودربالة. حنا غنمشيو نيشان على الفيرمات زنيبر وعلى بن قدوش اي تحرز الله، وغادي نقطعوا الطريق اللي خارجه من الحاج بغدا السبت عين الحناش. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.